عام كامل على قدوم ميليشيا الحوثي والمخلوع إلى تعز. بمثل هذا اليوم من العام الماضي دخلت تعز دائرة المجازر المفتوحة للميليشيا بل والمستمرة، آخرها مجزرة راح ضحيتها أكثر من 15 مدنياً و38 جريحاً، وما يزال العدد في ارتفاع بحسب رئيس اللجنة الطبية العليا في تعز الدكتور فارس عبد الغني. يكثف الحوثيون قصفهم العشوائي أحياء متفرقة آهلة بالسكان، خاصة بعد فقدانهم السيطرة على مناطق استراتيجية كانت تقبع تحت سيطرتهم وهزائمهم الثقيلة على الأرض في الأيام القليلة الماضية، ليجد المواطنون أنفسهم تحت مرمى أسلحة الميليشيا من قذائف الهون والمدفعية، فيما يشبه العقاب الجماعي للخسائر الكبيرة في ميدان القتال. لا تكف المستشفيات في تعز عن استقبال الجرحى ولا عن العمل حتى وهي تفتقد لأبسط المقومات الضرورية من المستلزمات الطبية في ظل هذه المجازر شبه اليومية، فالدم لا يتوقف فيها ولا يفلح الأطباء بذلك ولا أولئك المقاومون في الميدان عند إرادتهم دحر الميليشيا لتنتهي مظاهر الموت وتختفي عن المدينة، فيما يفلح الحوثيون كل مرة في استخدام أساليب جديدة للانتقام من تعز وأبنائها ولو عن بعد، فلديهم الكثير من الطرق المتبعة في ذلك، وما هذه المجزرة إلا واحدة منها.